أستاذ ماجد، يعني كيف فكرت أنك تجي لليمن؟ كيف اتخذت قرار أنك تجي اليمن؟ كنت تعرف حاجة على اليمن من قبل في لبنان؟ لا أبداً، أنا كنت بصوت الخليج بقطر، بالإذاعة صوت الخليج. أيوة، كنت عدة إذاعات بحط صوت الخليج على قطر، ونزلنا صوت الخليج على لبنان. يعني قبل ما تجي اليمن أنت راح تشتغل بعدة إذاعات؟ عدة إذاعات. فكان الله يرحمه جهاد طه كان عم بيسأل مهندس إذاعات اسمه سمير شويري، عم بيقول له بدي كادر اطلع فيه على اليمن، لانه اذاعه يمن اف ام تاسست بال 2010 على كادر سوري، اخواننا السوريين كان في كادر سوري، بس ما لمعت هيدا. وقت اللي صارت الثوره وما الثوره فلوا الاكيب السوري، الفريق السوري فل، فاضطروا انه يجيبوا فريق من لبنان، قالوا انه ما في الا فريق لبناني بيجي بيعمل الاذاعه. فسأل هيدا، كان عم يتلفل الأستاذ سمير شويري صديقي، هو عم بيقول لي القصة 1-2-3. قلت له أنا جاي من قطر، يعني جاي هيك سياحة شهر. قال لي طلع جرب. قلت له وين الإذاعة؟ ما كان يقول لي باليمن. قال لي بلد عربي. قلت له طيب. ليش التحفظ؟ ما بعرف، لأنه كان في ثورة هون باليمن، عرفت كيف؟ كان في ثورة، كان بعدها من آخر 2011. ربما كنت لو كلمك ما توافق. ما اجي. فقبل يومين ثلاثة قال لي، قلت له طب وين هي الدولة العربية؟ قال لي اليمن. قلت له نعم. وين هي اليمن؟ فتت على النت، أنا شفت إنه اليمن بلد قبائل، بلد مسلحين، في 90% من الشعب اليمني مسلح. بلد انه تعرف ان انا من لبنان، يعني مجتمع لبناني غير المجتمع اليمني. صحيح ذات العادات والتقاليد، بس مجتمعنا شوي منفتح. قلت انا شو بده ياخذني لهونيك وكذا. قال الله يرحمه جطاء، قال نحن رايحين هيك بتحدي، لانه كانت الاذاعه مع فريق سوري وما نجحت معه الاذاعه، ونحن بنروح 3 أشهر بس، خلص مضي معي 3 أشهر، وهيدي 3 أشهر سلف، قبضني 3 أشهر سلف 12,000 دولار، وقال لي خلص انت معنا. قلت له 3 أشهر بس. قال تلفنت انا، قلت له انا بدي اتزوج، نعم بدي امدد الفتره هلا شهرين زياده 3 أشهر اخذها. قلت له اجي جرب. انا ليش بحب انه اجرب؟ قلت له انا كنت بافريقيا قبل ما هذا، انا بخبرك بس افريقيا، يعني جلت افريقيا كلها سبق، اكتشفت افريقيا، بحب جرب. ففتنا لهون، اخذنا التحدي انه نجي على اليمن لهون، انه نعمل نفتح اذاعه، ندرب، نختار الكادر، ندرب الكادر ونفل. اسست 3 أشهر، 3 أشهر صاروا 12 سنة ما شاء الله. أنا بعدني بتذكر دخولي على مطار صنعاء 27/1/2012 الساعة 9:25 كنت بقلب المطار. مساء ولا صباحا؟ مساء. مساء. طيب كيف أول ما وصلت اليمن، يعني كيف وجدت اليمن؟ أنا كيف كانت النظرة، يعني أول نظرة أنت يعني وصلت إلى بلد دايماً لا تعرفها؟ أول ما جينا لهوني عدت أول يوم، قلت أنا شو جابني لهوني؟ شو جابني لهوني كذا، يعني لا تأخذني بالكلمة. لأنه بتشوف بقى الشعب اللبناني إنه لبس وكذا وهيدا، تيجي لهون تلاقي إنه كله شوادر وعبيات وكذا وهيدا. أول هيك ما تأقلمت، قلت أنا شو جابني لهون، شو كذا شو هيدا. بعدين وقت اللي أنا فت بلشت شوف، احتك بالشعب اليمني، احتك بالنفسيات اليمنيين، حسيت إنه أنا بشبههم، هالطيبة هيدي، علقت صدقني كأنه بتل في عشق، قصة عشق وغرام لليمن. لا. صرت أنا عشقان اليمن. قالوا خلصت 3 أشهر، قالوا من جد 3 أشهر، قلت من جد 3 أشهر، جددنا 3 أشهر تانيين. قالوا آخر شيء ما زال إذا نجحت معكم، كانوا وقت اللي أنا جلت على اليمن كان كلكم على الأمبسريات بحطوه بالسيارة أمبسري. بعدين شفنا انه نص العالم استغنت عن الامبسري بالسياره، صار يسمعوا يمن اف ام، يسمعوا يمن اف ام. حسيت انه انا يمن اف ام انتشرت انتشار واسع بظرف 3 أشهر، 3 أشهر تانية 6 أشهر انتشرت على كل المحافظات، نحن كان ارسلنا على كل المحافظات يوصل، وساعتها علقنا. قالوا خلص طلعت لكم، انتم بطلكم موظفين، استلموا الاذاعه انتم واعطونا مقابل سنويه لشركه شباب، مقابل 200,000 دولار بالسنة. عملنا نحن دراسة بسوق الإعلانات، الحمد لله توفقنا بالإعلانات، ووفقنا ومضينا العقد معهم، وبعدنا مستمرين على الحالة هذه كلها سوا. ما شاء الله. بس لا بياخذوا منا ولا منعطيهم، نصرف على حالنا بس على ما شاء الله.